السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد أبو عرب وإحنا مع Grade 5 في الريفيجن للإنجلش وورد. وتعالى نشوف السكند كويشن إن إكزام، اللي هو السؤال التاني في الإكزام، وهو سؤال الأندرلاين. فركز معايا علشان زي ما بقولك مش هنحل أكتر ما إحنا بندي معلومة. We read that to know what happens every day، يعني إحنا بنقرأ إيه علشان نعرف اللي بيحصل كل يوم. أكيد النيوز بيبر الجرايد، مش الملاحظات ولا المجلات ولا الكتب. It took a long time to copies of a book before the printing press. يعني إحنا بناخد وقت طويل علشان نعمل إيه؟ نعمل إيه من نسخ الكتب قبل إيه؟ قبل البرينتينج بريس، قبل الطبعة ما تظهر كانت البرينت نطبع. حتى برينت قريبة من برينتينج بريس. كمل اللي بعديها يلا شاطر. بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي نمبر 3، انا في 82 عشان لو حد عايز يتابع معايا في المنار. The most important news، اهم الاخبار او الاخبار المهمه جدا، كانت بتتحط فين؟ في الفرونت بيج، في الصفحه الاولى. The reads the news and decides what will be in the paper. مين اللي بيقرا الاخبار اللي هو الصحفي بيعملها وبيقرر إذا كان الخبر ده هيتحط في الصفحة الأولى أو هيتشال خالص؟ هو الإيديتور اللي هو الناشر. إيمان has studied English 7 years. يا شباب إحنا لما جينا شفنا كلمة years أو كلمة months أو كلمة seasons، حاجات مبهمة مش معروفة مدة محددة، فأنا هسأل before. لكن لو هو بدل 7 years دي جاب لي أي تاريخ هقول له since. Have you ever، إحنا قلنا أي جملة بعد have أو أي كلمة بعد have أو has أنا بحطها في الباست بارتيسيبل، فهتبقى seen. Have you ever seen a crocodile? A helicopter rescued ولا searched ولا connected ولا held the sailors from the shipwreck. يعني الطيارة الهليكوبتر ده عملت ايه للبحارة؟ هي أنقذتهم، rescued. This is the man's ولا man's ولا man ولا man ولا hat. احنا طبعا عايزين نقول قبعة الرجل، يبقى لازم أبوستروفي اس man's. طب ليه ما عملتش دي؟ لان طبعا الابوستروفي بعد الاس، وطبعا المال ما بتتجمعش باس، فدي طبعا غلط. He didn't move, speak or feel. He is، هو واحد ما بيتحركش، ما بيتكلمش، ما بيحسش، هو unconscious يعني فاقد الوعي. I him since we were at school. يا شباب احنا قلنا since بيجي بعديها ماضي، جملة ماضي بسيط نفتكر اهي، يبقى لو جاب لي we were وقال لي سنس أو فور باخد سنس. طبعا دي مش بتاعتي دلوقتي، أمال أنا بتاعتي. لو أنت شفت سنس لازم تبقى محضر هاف أو هاز. أي طبعا هنا مفيش هاف أو هاز، هي الوحيدة اللي فيها هاف أو هاز. كمل معايا يلا. بيقول لي a sound engineer adds sound. طبعا كلمة sound تلزق فيها effects على طول، اللي هي مؤثرات صوتية. When was the radio؟ الراديو ده هو من الحاجات اللي هي زي الموبايلات وزي اللمبات وزي التلفزيونات، كلها باخد لها invented اخترع. لكن discover ده اكتشف، يعني ايه؟ يعني هو كان موجود بس ما كانش حد واخد باله، زي مثلا اكتشاف علاج او مصل مثلا من لفيروس معين. الحاجة دي موجودة بس ما حدش كان عارف يجيبها ازاي، هم ما اخترعهاش. He was a clever student that. يا شباب احنا قلنا لو كلمة that ده هيركز معايا قبليها كلمتين، فانا باخد such ما باخدش سو، يبقى سو كده بره. طب انا عندي ساتش وعندي ساتش ان وساتش ايه، هاخد اني واحده؟ بص يا سيدي، لو مفرد، لو ده هو مفرد، هاخد ساتش ايه او ساتش ان على حسب الكلمه دي. يعني دي اولها سي، فانا هاخد ساتش ايه. طب لو انا قلت انترستنج اولها اي من الحروف المتحركه، هاخد ساتش ان. طب لو الكلمه ده هي فيها اس جمع، لا ولا ان، هاخد ساتش بس. طب انت هنا الجمله ده هي مفرده student، ليه انت خدت such بس؟ عشان هو لزق فيها a، such a، مش هينفع اقول such an a. تمام؟ طيب لو انت شفت كلمة this هختار لها زي، يعني مثلا اقول لك the girl in this photo is pretty، the girl in this street is pretty، يعني البنت اللي في هذا الشارع او هذه الصورة تكون ايه؟ جميلة. طيب ركز معايا هنا، such we so، ادي كلمة ذات جاء قبلها كم كلمة؟ تو، يبقى سو بره وزيز بره. هاخد ساتش ان ولا ساتش؟ كلمة بوك مفردة، يبقى قبلها هنا هو ا او ان، الاي هنا هتاخد ان.
لكن لو انا بوكس دي حطيت لها اس يبقى هتاخد ساتش بس. ليه؟ لان الجمع لا بياخد لا ولا ان. ميس بينك لافز كيكس. ميس بينك ده هي بتحب كيك مش كيك معين، فانا هقول له ارتكل. I like sports programs they are. انا بحب البرامج دي علشان هي ايه، اكيد هختار لها صفه حلوه اللي هي interesting، لكن هي مش خاصه ولا هي مهتمه ولا هي منهكه او متعبه. We have to get. الجمله دي تاخدها على بعضها كده، get rid of معناها يتخلص من. get rid of يتخلص من العادات السيئه. He is very model ولا naughty ولا modest ولا bad. I like him so much. هو ايه علشان احنا بنحبه كتير؟ هو اكيد modest معناها متواضع. Will you take part in the tennis؟ هل انت هتشارك في التنس ايه؟ championship بطولة التنس. كمل معايا يا شباب. The cameras were deep in the sea. يبقى هنا هو operated، ودي طبعا خدناها في الدرس اللي هي بتاع يونت 9. Silver and gold in the light بيعملوا ايه؟ السيلفر والجولد الذهب والفضة في النهر في الضوء جلو بيلمعوا. Who were the books written؟ طب ليه ما خدتش was written؟ هنا هو جايب where للكتب، يبقى where written ده active و passive. A sea squid ولا fish ولا lily crabs looks like flower. اللي شبه الوردة هي أو الزهرة هي زهرة الليلي. How many tentacles؟ كم عدد المستشعرات بتاعة الأكتوبوس الأخطبوط. Crabs ولا jellyfish ولا squid ولا fish look like a large spider. شبه العنكبوت الضخم هو الكراب الأخطبوط أو الكابوريا سوري. تعال نشوف حاجة تاني. We like it the of sea creatures as the aquarium. إحنا حبينا إيه؟ الاكسبيشن معرض الحيوانات او الكائنات البحريه في الايه في الاكواريوم. Do you want us ولا want to ولا needs to ولا wanted go swimming tomorrow. طبعا احنا قلنا do you بيجي بعدها الانفينيتيف، فطبعا دي فيها اس مش هتنفع، دي فيها ايدي مش هتنفع، دي فيها اس مش هتنفع، هتبقى want to. I want ولا ought ولا needs ولا need to to. طبعا كلمه to ده هي تلزق فيها ought to، يبقى أنا ought to معناها should. I ought to do my homework today. أنا يجب أن أنا أعمل واجب النهاردة. The pictures was painted ولا is painted ولا were painted ولا painted by the artist yesterday. Yesterday دي ماضي طبعا، is مضارع و painted مش هتنفع لوحديها، فالصورة عايز أقول رسمت، صورة واحدة تبقى was painted مش هتبقى were. كمل معايا يا شباب. Our houses are عايز أقول أشعلة بالكهرباء، يبقى lit up by electricity، يبقى light ده هو البسط بتاعها أو البسط participle هو lit. من دول has no mouth or stomach، ملهوش لا معدة ولا ليه بق اللي هو tube worm، فاكرينها اللي هي كانت على إيه؟ على البركان. Fred likes إحنا قلنا كلمة like ده هو بيجي بعديها الـ verb plus ing أو to infinitive، طبعا مش هيجيب الاتنين مع بعض فأنا هختار له playing. If I I'd كلمة I'd ده اللي هي تعتبر would. لو انت حضرتك شفت would اختار ماضي بسيط، لو شفت will اختار مضارع، فانا هنا هختار الماضي اللي هو مين؟ had. طبعا هختار have لو هنا في will. A large long feather is called bloom، يعني ده طبعا definition ريشة طويلة ضخمة اسمها bloom. If he went ادي went ماضي هو فاكرينها هو ماضي، يبقى هاخد would او wouldn't. طب هنا الاثنين دول بره، هاخد would ولا wouldn't؟ هنا المعنى اللي ايه اللي هيحكم. لو هو ذهب للمدرسه اللي هيحصل he wouldn't learn more، يعني لو هو راح المدرسه هو مش هيتعلم اكتر ولا هو هيتعلم اكتر. طبعا هنا هقول له would learn مش هقول له wouldn't learn. تمام يا شباب. طيب people can go underwater in، الناس ممكن تمشي تحت المية ده هي أو تروح تحت المية عن طريق السبميرسيبل اللي هي الغواصة. A canal ولا lake ولا trench ولا label is a deep channel. طبعا دي يا شباب هقول عليها اللي هي trench، وطبعا قلنا trench ده اللي هو زي أخدود. She eating too much to lose weight، يبقى هنا هو
عايز اقول يتجنب، مش يحب، يتجنب اكل كثير من الاكل عشان ايه؟ يخس. بقول له avoid. تعال نكمل يا شباب. هنا بيقول لي take the regularly to recover soon، عشان تتعافى انا هاخد medicine بانتظام. Mary School wrote her own. Mary School اللي هي الممرضة ده هي كتبت الاوتوبيوغرافي اللي هي السيرة الذاتية، يعني حكاية حكايتها قصة حياتها يعني. بعد كده بيقول لي the nurses looked after، بيعتنوا بي the wounded soldiers اللي هم الجنود المجروحين. بعد كده I saw an alien، don't be ridiculous، يعني هو بيقول أنا شفت حد من الغرباء اللي هم رواد الفضاء والناس دي اللي هم الكائنات الفضائية، فهو بيقول له don't be ridiculous، ما تكونش إيه سخيف. They told us that they could win، يعني هم قالوا لنا إن هم قدروا يفوزوا بالماتش. هنا اللي انت عملتها ماضي عشان هنا في told ماضي، أنا هنا ماضي يبقى هنا ماضي. He said أو she said that، احنا قلنا ادم هنا هو جاب ماضي يبقى الناحيه اللي هناك ماضي برضو، يبقى هنا هو went. I said that I بالظبط هتبقى didn't go shopping، فهنا هتبقى I said I didn't go shopping، يعني انا ما رحتش تسوق، برضو انا عملتها bust يبقى هنا هاخد bust. احمد thought the book was his ملكه. She said that those animals، برضو ماضي هون هاخد هناك ماضي، طب انت ليه ما خدتش هوز عشان animals جمع، هقول where. The mean soldiers ولا heroines ولا university ولا government is the people who make rules and organize a country، يعني ناس بتعمل القوانين وبتنظم البلد دي وبتدير البلد، هي الgovernment. آخر حاجة في unit 12، a gale ولا blizzard ولا lizard ولا ice is a very heavy snow falling، طبعا دي البليزرد عبارة عن ايه؟ سلوك كتيرة بتنزل ايه ورا بعضها عاملة زي جوز الهند كده ايه بتشوفها في الافلام. نوم is a small town in the north of، نوم ده ايه؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن بلد صغيرة موجودة في شمال ألاسكا. كمل معايا يا شباب. بعد كده بيقول لي he was a hero for little ولا few ولا much ولا less. طبعا احنا قلنا يا شباب حاجات بتتعد كتيرة هقول عليها few، سوري هقول عليها more، عكسها هقول عليها few. طب حاجات ما بتتعدش كتيرة هقول عليها much، قليل هقول عليها little. فانا طبعا هنا هو شرب بتتعد هقول عليها few. he always have the، احنا قلنا ذا يجي معاها fewest ويجي معاها least ويجي معاها most ويجي معاها التلاتة دول. طب sunshine اشعة الشمس مش هينفع عدها، فمش هقول ليست. طب ينفع اقول فيوست واقول موست، اني واحده؟ المعنى اللي هيحدد. اشعه الشمس في شهر 8 في اغسطس هتبقى اكتر، موست مش هتبقى الاقل ولا الليست الاقل. طبعا فيوست دي مش هتنفع عشان ما بتتعدش، ليست قليله وموست كتيره، فانا هختار في اغسطس ايه سانشاين. لكن عارف لو انا في جانوري اغسطس في يناير شهر 1 اللي هو الشتاء ده هاخد ايه ليست. كاتس كان سبيك، القطط بتستطيع أن تتكلم، طبعا ده نونسنس كلام فارغ. I use a to style my hair، أنا بستخدم إيه علشان أسرح شعري اللي هو الكم اللي هو المشط. The opposite of right is wrong، عكس يمين أو عكس صواب هو الخطأ. A hot desert has the animals، يعني الصحراء الحارة فيها إيه عدد من الحيوانات الأقل فيوست. I have got little ولا fewer ولا the fewest ولا least biscuits complained أنا، فأنا طبعا هقول له إيه؟ هقول له the fewest biscuits. biscuits هنا بيتعد عشان في S، فأنا هقول له إيه؟ الأقل complained أنا. طب ليه الأقل؟ عشان هي بتشتكي، يعني لو ما عندها كتير مش هتشتكي. A very strong wind is gale، ودي طبعا هي رياح قوية جدا، هي رياح الجيل. كده أنا خلصت يا شباب question 2، يلا بينا نخش على question 3.